أهلا بكم. كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها تورط ميليشيا الحوثي في تجنيد أطفال والزج بهم في جبهات القتال، وقالت المنظمة إنها حصلت على أدلة جديدة تظهر بأن جماعة الحوثي المسلحة تنشط في تجنيد الأطفال، أطفال لم يتجاوز سنهم 15، ومن ثم إلحاقهم بالمعارك الممتدة على مختلف أرجاء البلاد. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الأسباب التي تدفع الميليشيا لتحويل الأطفال إلى قنابل موقوتة في وجه المجتمع؟ وكيف تتعامل المنظمات الدولية مع ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن؟ ما تزال ظاهرة تجنيد الأطفال تمثل البعد الأساسي لرفض المعارك التي يخوضها الحوثيون في مختلف المحافظات. عشرات بل مئات الأطفال يتم إلحاقهم بشكل يومي بجبهات القتال، وأمام ذلك ما تزال المنظمات الدولية ترفع بياناتها عن معدلات التجنيد التي بلغت في صفوف محاربي الميليشيا مؤخراً بثلث جميع المقاتلين في اليمن. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. يؤخذون من منازلهم ثم يذهب بهم إلى جبهات الموت. لم يشفع لهم صغر سنهم أو وعيهم غير المكتمل بعد من عدم إقحامهم في خوض القتال أو الدخول في معارك لا يفقهون ماهيتها ولماذا قامت أصلا. لا يكاد يخلو منزل أو أسرة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الإنقلابية إلا وفيه أطفال ذهب بهم إلى المعارك ليعودوا جثثا أو مصابين، أو يتم اعتقالهم وهم يحملون ملصقات وشعارات تصفهم بالشهادة. وفي سياق ذلك ما تزال المنظمات الدولية تظهر حجم تورط جماعة الحوثي في تجنيد الأطفال. منظمة العفو الدولية كشفت في بيان جديد لها أنها حصلت على أدلة جديدة تظهر بأن الميليشيا تنشط بشكل غير مسبوق في تحويل الأطفال إلى جنود في النزاع، حيث بلغت نسبة التجنيد هذه المرة 72% من الأطفال. وأضافت المنظمة أنها تأكدت من عائلات يمنية جرى تجنيد 3 من أطفالها دفعة واحدة بشكل واضح وخارق للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان. الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما يمرون بمراحل عديدة قبل تجنيدهم، تبدأ بترسيخ خطاب العنف والكراهية وتحبيبهم بفكرة الجهاد وتمجيد الحرب عبر جلسات لا تخلو من الأناشيد القتالية أو ما بات يعرف بالزوامل، ومن ثم إدخالهم في حصص يصفها علماء النفس بحصص طمس الهوية التي تعمل على تمجيد شعارات ورموز قتالية وبث أفكار تقوض السلم والتعايش المجتمعي. نائبة المدير الإقليمي بمنظمة العفو الدولية سماح حديد وصفت ما يقوم به الحوثيين بالعمل المروع بحق الأطفال عند أخذهم بعيدا عن أوليائهم ومنازلهم وتجريدهم من طفولتهم ومن ثم وضعهم في خطوط النار حيث يمكنهم أن يموتوا. عبر هؤلاء الأطفال إذن يتم خوض معارك عقائدية لا نهاية لها، وعبرهم أيضا يجرى تفخيخ الأرض وجعلها بيئة خصبة للموت. إذن مشاهدينا نرحب بضيوفنا، وسيكون معي بداية من القاهرة الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. مرحبا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد نبيل. يعني بداية، ماذا تمثل الأعداد التي ترفعها المنظمات الحقوقية بشكل دوري حول تجنيد الأطفال، وماذا تمثل الأدلة الجديدة التي كشفتها منظمة العفو الدولية حول تورط الحوثيين في ذلك؟ في الحقيقة أنا أعتقد أن ما تحدثت عنه منظمة العفو الدولية لا يمثل إلا غيظا من فيض، فما استطاعت أن ترصده المنظمات المجتمع المدني المحلية والراصدين التابعين لوزارة حقوق الإنسان على الأعلى بكثير مما طرحه التقرير. ما رصد لدينا أن هناك أكثر من 10,000 طفل دون 18 تم تجنيدهم خلال العامين الماضيين، الجزء الآخر والأفدع في الأفدح من حيث الفضاعة أن قرابة النصف من هذا الرقم، أي قرابة 5,000 طفل، هم بين سن 9 والسن 14. ولكم أن تتخيلون كيف سيكون هؤلاء وقود للمعارك وكيف سيكون دورهم في هذه المعارك. وقد شاهدنا عبر أفلام تسجيلية سجلت في بعض المناطق التي استطاعت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية أن تجتاحها، استطاعت أن تأسر أعداد من هؤلاء
الأطفال بينهم أحيانا أطفال من إثيوبيا. أطفال من أين؟ من أثيوبيا؟ من أثيوبيا، في عند دخول بعض المناطق على الحدود في صعدة وجدنا ضمن الأطفال الذين وجدناهم طفلين من أثيوبيا. نعم سيد نبيل، أيضا منظمة العفو الدولية يعني ذكرت أيضا أن ظاهرة الدفع بالأطفال إلى جبهات القتال من قبل الحوثيين تتضاعف من حين إلى آخر، يعني ما هي قراءتك لذلك، وهل يمكن أن نرى ضغوط دولية على الحوثيين وصالح لإيقاف هذا التجنيد إذا ما استجابوا؟ هذه الميليشيات يا أخي لديها الاستعداد الكامل لأن تستخدم جميع أبناء الشعب وقود في هذه المعركة، لديها استعداد من جميع اليمنيين مجرد حطب في إطار طموحاتهم ووهمهم للوصول للسلطة أو التشبث بها. هؤلاء الآن تجد الأطفال وهم يأخذون الأطفال من المدارس ويأخذوهم ويقوموا بعمليات غسيل دماغ ويأخذوهم إلى المعارك. إلى جانب هذا هم استخدموا في المخا مثلا على سبيل المثال وفي مناطق أخرى استخدموا المواطنين بروح بشرية. كل هذه الأمثلة تدلل على استعداد هؤلاء على ممارسة أي انتهاكات طالما وهي تعطيهم وقود إضافي لاستمرارهم وضغطهم وإذلالهم لأبناء الشعب اليمني. نعم سيد نبيل، أيضا المنظمة حذرت الميليشيا من الاستمرار في تجنيد الأطفال، في تقديرك هل يمكن لهذا التحذيرات أو هذه التحذيرات أن تجدي مع هذه الجماعة؟ يا أخي لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هؤلاء لا يسمعون إلا إلى زواملهم فقط. نعم. إلى وهمهم الذي يعشعش في أسلغتهم. هؤلاء يرون أن الجميع حتى الأطفال الرضع يمكن أن يكونوا ضروعا بشرية لهم ما يمارسوه على الأرض. هناك الآن مدراء مدارس ومسؤولين في التربية والتعليم الآن من هم من أبناء هذه الميليشيات أو من جماعة هذه الميليشيات يقومون ليس فقط بأعمال التجنيد ولكن أيضا يقومون بأعمال استقطاب، يقومون بأعمال تعذيب للأطفال الذين يقفون ضدهم. تم تعذيب أطفال في داخل المدارس. الآن هناك مدارس عديدة تحولت إلى سكنات عسكرية أو مخازن أسلحة. هم لا يؤمنون لا بالتعليم ولا بالإنسان، هم يؤمنون فقط بالوهم الذي في رؤوسهم. نعم سيد نبيل، استسمحك بالبقاء معي، سأشرك معي بالحديث رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، سينضم إلينا من المكلا السيد أحمد القرشي. سيد أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. لا يكاد يخلو منزل في اليمن سيد أحمد إلا وفيه أطفال تم الزج بهم في جبهات القتال، برأيك ماذا تمثل الأدلة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية بشأن تجنيد الحوثيين للأطفال في اليمن؟ لا أعتقد بأن موضوع تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أصبح أمراً مثبتاً منذ حوالي 5 سنوات على الأقل بشكل نهائي، وقد صدرت تقارير الأمم المتحدة أدانت أكثر من طرف وليس فقط الحوثيين ولكنها أدانت عدة أطراف، وهذه التقارير تحدثت في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي وأيضاً تقارير لمنظمات وطنية مثل منظمة سياج وأيضا منظمات دولية كالأمم المتحدة والعفو الدولية وهي مرة يسوتش وغيرها. وبالتالي نحن الآن أمام إشكالية أنه كيف نثبت يعني وجود تجنيد وإشراك الأطفال بالنزاعات المسلحة، ولكن نحن أمام مشكلة تفشي هذه الظاهرة خلال السنتين الماضيتين، أو هذه المشكلة بحجم كبير جدا ربما يصل إلى أكثر من 7 إلى 8 أضعاف عما كان عليه يعني الوضع قبل 2014. وأنا يعني تقديرات أنه يعني هناك يعني آلاف الأطفال الجنود الآن موجودين في الجبهات، وهناك أيضا عدد كبير جدا من الأطفال يتم استقطابهم في المدارس وفي الشارع، وهناك أيضا تركيز من قبل الإعلام من قبل الخطاب المسجدي ومن قبل أيضا الأسر التي أصبحت منقسمة ما بين هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي يعني أصبح تجنيد الأطفال مشكلة أكبر مما كان عليه ولا توجد معالجات يعني. نعم. للأسف الشديد لا توجد معالجات حتى في الحد الأدنى يعني لهذه الإشكالية. نعم سيد. نعم. سيد أحمد، يعني إذا ما تحدثنا عن منظمة سياج، هل لديها أرقام وإحصائيات تتعلق بتجنيد
الحوثي للأطفال في اليمن وأيضا أطراف أخرى إذا ما كان هناك إحصائيات؟ مثل هذه المشكلات لا يتم إحصائها بشكل يعني كحالة التعداد السكاني، ولكنها تخضع لمعايير إحصائية تقوم على أساس التقدير والملاحظة وال يعني المتوسط الحسابي مثلا لتكبيرات اناس ذوي صله وذوي خبره، وبالتالي نحن لدينا تكبيرات بان هذه المشكله ارتفعت كما قلت لك الى اكثر من 8 أضعاف عما كانت عليه في الفتره السابقه، لكن كم العدد هذه ليست موجوده لدى اي طرف بما في ذلك الحكومه وبما في ذلك الامم المتحده نفسها. نعم. نحن نكتفي بمثل هذه المشكلات بعينات كعينات الدم عندما يتم فحصها، نكتفي بعينه من الاطفال الجنود ومن الحالات التي تثبت وجود المشكله، ثم نخضع الامر بشكل عام الى تقديرات الباحثين والمختصين وذوي الشان المباشر. ما احب ان اشير اليه هنا الى ان مشكله تجنيد واشراك الاطفال في النزاعات المسلحه جاءت على حساب التعليم بشكل كبير جدا، هناك مدارس يعني او محافظات توقفت الدراسه فيها باكملها بشكل كامل او شبه كامل، مثل محافظه صعده واجزاء من محافظه عمران وحجه وايضا اجزاء من محافظه تعز، وفي عدن توقفت الدراسه لفتره. وللأسف الشديد ارتفع عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى قرابة 50% حسب التقديرات مقارنة ب 28%، هؤلاء ال 50% يعني الكثير منهم يذهب إلى جبهات القتال أو يكون مستعد للانخراط في الجماعات المسلحة، وللأسف الشديد يعني هذه المشكلة عندما لا يكون هناك لها معالجة تتفشى بشكل أكبر. بالفعل. المشكلة الأكبر في المستقبل هناك أن هؤلاء الأطفال نعم. المجندين سيتحولون إلى أدوات للجريمة المنظمة، سيكون من السهل استقطابهم في جماعات العنف المسلح والإرهاب وغيرها، وبالتالي إذا لم يتم يعني تدارك هذه المشكلة وفق مبادئ باريس ومبادئ الأمم المتحدة فيما يتعلق بتسريح وتأهيل الأطفال الجنود، نحن أمام مستقبل أكثر كارثية، هؤلاء سيكونون غير منتجين وعالة على المجتمع، وفي نفس الوقت سيكونون أدوات للقتل والجريمة المنظمة. نعم بالفعل، وأيضا هو حسب ما أكدته المنظمة أن العدد يتنامى بشكل كبير، يعني حيث وصل إلى ثلث المقاتلين في صفوف جماعة الحوثي من الأطفال كما أشارت منظمة العفو. دعني سيد أحمد أذهب بالسؤال لضيفي الآخر السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. سيد نبيل، السيد أحمد رئيس منظمة سياج تحدث عن أن هناك تجنيد للأطفال من جميع الأطراف وليس من جماعة الحوثي تحديدا. طبعا الأخ أحمد القرشي ومنظمة سياج عملوا في هذا الشأن مطورا بشكل كبير ولهم دور فاعل في هذا الجانب، وأنا معه حول ما قاله، لكن أريد أن أنبه إلى أن الأمم المتحدة وضعت في تقديراتها أن 3/4 عملية التجنيد تتم أساسا في مع جماعة الحوثي، في حين أن هناك إشارة إلى تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أيضا الأطفال، ولكنها لم تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء. حدث أن بالنسبة للجانب الحكومي أنه في فترة عمل المقاومة الشعبية كان هناك بعض الشباب ممن هم في سن أقل من السن المطلوب، ومع ذلك عملت الحكومة على أن يتم إعطاء هؤلاء يعني صفة مؤقتة إلى حين انتهاء أعمال المقاومة، لكن مع ذلك الحكومة لا تؤيد، وهي وقعت على الاتفاقيات الدولية بخصوص يعني تجنيد الأطفال أنه لا يجوز أن يكون هناك أي طفل ذو 18 في إطار الأعمال العسكرية واستخدام السلاح. نعم سيد نبيل، كيف تنظر إلى مستقبل الطفولة بعد تزايد أعداد التجنيد وبروز ظاهرة التجنيد كظاهرة أصبحت تميز المشهد اليمني عن غيره؟ أخي العزيز، لهذا المشهد 3 أوجه في اعتقادي. الوجه الأول أن هذه الفئة هي الفئة الأكثر طواعية أو سهولة للوصول إليها عبر المدارس وعبر الفقيرة. الجانب الآخر أن هؤلاء من السهل التأثير عليهم وعمل غسيل دماغ لهم. الجانب الثالث أن هؤلاء هم الأقل تكلفة بحيث يقبلون بأي مبالغ تأتي إلى أيديهم ليكونوا وقود لهذه المعارك.
نعم، إذا أشكرك جزيلا وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة السيد نبيل عبد الحفيظ. أعود إلى ضيفي الآخر السيد أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة. سيد أحمد، ما يزال التأثير العقائدي يمثل بعد أساسي في عملية التجنيد بحكم موقعك في المنظمة التي تدافع عن حقوق الأطفال، كيف يمكن قراءة شكل هذا التأثير مثلا؟ للأسف الشديد هناك فهم خاطئ حتى للمبادئ الدينية عندما يتم إقحام الدين في مسألة الحروب والصراعات المسلحة، في حين يتم محاربة أي ظواهر ذات علاقة مثلا بالفن، بحماية حقوق الإنسان، بالتنمية وغير ذلك، نجد أنها يتم إهمالها. نعم. في حين أن الخطاب الديني دائما يركز ويعلي من شأن السيف والرمح والقتال والبارود، وهذا يعني للأسف الشديد يؤثر على الأطفال بشكل كبير جدا. فالطفل عندما يتم يعني توجيه قناعاته الدينية والعقائدية، ويضاف إليها أيضا مسألة يعني استكمال الرجولة واستكمال النضج المبكر الذي يوهم الأطفال به، هذه تدفع بالمراهقين. نحن نلاحظ هذا الكلام بشكل يعني بشكل مباشر، أنه المراهقون يعني في سن يعني ما بين يعني 13 إلى 15 عاما إلى 18 عاما، هؤلاء هم أكثر عرضة للتجنيد والإشراك، وهناك مشكلة كبيرة الآن. أيضا سيد أحمد، ولو وقفنا عند هذه النقطة من جانب عقائدي، صارت بعض الأسر تدفع بأطفالها للقتال بعكس ما كان يفرض عليهم فرض أو يتم استقطابهم. لا يعني من جانب عقائدي. الناس في الفترات الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، نحن سمعنا قصص كثيرة عن أشخاص رفضوا أن يرسلوا أبنائهم إلى جبهات القتال، وأيضا بعضهم يحاول أن يهرب ابنه من البيت، وهذه ناتجة عن زيادة أعداد الضحايا من الأطفال سواء كقتلى أو مصابين. هذه يعني أدت إلى أن هؤلاء الأطفال المتبقيين يعني لا تتشجع أسرهم. أيضا كان الناس يتوقعون بأن هناك ستكون انتصارات وغنائم كبيرة جدا وسهلة وغير مكلفة للروح أو للسلامة البدنية، وهذا كان يدفع بكثير من الناس أن يدفع بابنه لهذه المعارك كنوع من البحث عن تحسين سبل المعيشة في ظل توقف أعمال الناس وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل مهول جدا، وأيضا حالات النزوح التي بلغت أكثر من 3 ملايين نسمة يعني خلال العام الماضي. هذه كلها تدفع بالناس الى 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 بدائل لتحسين سبل معيشتهم. من ضمن هذه البدائل التي هي متوفره بشكل كبير جدا وواسع جدا هي تجنيد الاطفال وارسالهم الى الجبهات مقابل يعني 2000 ريال او 3000 ريال يعني كمصروف يومي. هذه تمثل للاسر الفقيره يعني شيئا جيدا يعني، ولكن يعني لا يرى الاخرون بان الدفع ايضا بالجانب العقائدي سيؤكد المساله ويتحول هؤلاء الناس الى 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 قتله يعني بناء على عقيده، ويرى انه عندما يقتل وعندما يستحل دم الاخر هو يتعبد الله بهذا. هذه اشكاليه خطيره جدا تحتاج مساله تجنيد واشراك الاطفال للجهات المسلحه الى برنامج وطني كبير جدا. نحن الحكومه والامم المتحده توصلنا 2014 الى مكاسب كبيره لكنها اجهضت، كان من ضمنها توقيع الحكومه اليمنيه حكومه باسنجو على مبادئ باريس وعلى ايضا خطه مع اليونيسف لتأهيل الاطفال الجنود، ايضا كانت موافقه نائب الرئيس الحالي علي محسن الاحمر في 2011 على تسريح الاطفال الجنود وعلى فتح المعسكرات للتوعيه وعلى ايضا يعني الاستعداد التام لاي برامج للامم المتحده ومنظمه سياج. كانت هي من المبادرات او من الاعمال الايجابيه التي تحسب للحكومه اليمنيه بانها يعني متعاونه في هذا الجانب وانها يعني يحسبها بشكل ايجابي، وان كانت لا تخلو من المسؤوليه عن يعني ما ما ما, ما يعني ما ما مورث في ظل سلطتها خلال السنوات الماضيه. نعم، اذا وضحت الصوره. اشكرك جزيلا رئيس منظمه سياج لحمايه الطفوله احمد القرشي، كنت معنا من المكلا، شكرا جزيلا لك. ينضم الينا الان من صنعاء محمد الاسعدي المتحدث باسم مكتب اليونيسف في اليمن. سيد محمد، مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. اهلا بك سيد محمد. ما تزال معدلات تجنيد الاطفال ترتفع يوما بعد اخر في اليمن بحكم موقعك في منظمه امميه مهتمه بالاطفال، ما هي الاسباب وراء تنامي هذه الظاهره على وجه الخصوص؟ شكرا جزيلا على الاهتمام بقضايا الاطفال وخصوصا قضيه تجنيد الاطفال. اولا، قضيه تجنيد الاطفال هي ظاهره مزمنه مرتبطه بالتخلف التنموي الذي كانت تعيشه البلد وما زالت تعيشه الان، وربما هذه الازمه وهذا الوضع قائم فاقم من حده ظاهره تجنيد الاطفال. نعم. هناك اسباب اقتصاديه مرتبطه بالوضع الاقتصادي للاسر التي تعيش احتياجا كبيرا، وبالتالي تستخدم التجنيد الاطفال او توظيفهم لدى القوات المسلحه وقوات الامن كوسيله من وسائل الدخل ووسائل ايجاد فرص عمل.
أيضا أسباب مرتبطة بالفقر العام الذي تعاني منه البلاد، إلى جانب أسباب اجتماعية مرتبطة بالثقافة التي تمارسها القبيلة بعملية حمل السلاح وممارسة السلاح. أيضا هناك ظواهر أخرى ثانوية مثل ظاهرة الثار واستمرار هذه الظاهرة في المناطق القبلية وخصوصا في المناطق البدوية التي لا يوجد فيها مشاريع تنموية كبيرة ولا يوجد فيها تعليم منتشر بشكل واسع. إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بالأزمات السياسية والأزمات العسكرية ووجود جماعات مسلحة مختلفة ذات توجهات مختلفة، كلها تؤدي إلى إيجاد بيئة خصبة لتجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل هذه الجماعات أو القوات المسلحة على حد سواء. نعم سيدنا محمد، هناك أيضا أعلنت منظمات عديدة أن نسبة الأطفال في صفوف محاربي جماعة الحوثي تقدر بثلث جميع المقاتلين مع هذه الجماعة في اليمن، برأيك إلى أي مدى سيؤثر ذلك على مستقبل الطفولة؟ دعنا أقول أن ظاهرة تجنيد الأطفال بشكل عام تؤثر الأطفال على واقعهم وعلى مستقبل الأطفال. أولا من الواقع تعرضهم للخطر المباشر خصوصا إذا ما استخدموا في الجبهات وفي صفوف القتال أو استخدموا في نقاط تفتيش، وبالتالي يكون عرضة لكثير من المخاطر والمخاوف، وأيضا تعرضهم لمواقف مرعبة ومفزعة كإصابة أو قتل أو تشويه بعض زملائهم أو تعرضهم بشكل مباشر للقتل والإصابة. أيضا عامل نفسي، أيضا الأطفال الذين ينخرطون في الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة وينخرطوا في القتال وأعمال قتالية ينقل عرضة لأعراض نفسية في حال نجوا من الإصابة والقتل، ترافقهم مدى الحياة ويكون أكثر استعدادا للعنف وأكثر استعدادا للسلوك المضطرب بشكل اكثر دقه. بشكل عام مساله تجنيد الاطفال هي مساله خطيره وتعتبر انتهاك صارخ وتجرمه كل التشريعات الدوليه، وايضا بما في ذلك اتفاقيه حقوق الاطفال التي وقعت عليها اليمن والجمهوريه اليمنيه في عام 91 التي تنص على عدم تجنيد الاطفال او تجنيد ممن هم دون سن 18 عام. نعم سيد محمد، كيف تتعاملون أنتم في المنظمات الدولية مع هذه المشكلة؟ هل لديكم أي تواصل مع ميليشيا الحوثي وأيضا مع جهات أخرى إذا ما كان هناك تجنيد للأطفال؟ بالتأكيد نحن نعمل مع الجميع ونطلق من خلال وسائل الإعلام أولا حملات توعية مخاطر تجنيد الأطفال أو توعية الأطفال أنفسهم بالمدارس وأيضا بمخيمات النزوح، والنازحون تحديدا هم اكثر عرضه للتجنيد خصوصا الاشخاص الذين شردوا والذين اصيبوا اهاليهم واقاربهم بشكل مباشر، وبالتالي تصبح عمليه حلقه مفرغه من استغلال الاطفال. ايضا نستطيع بالتواصل المباشر وعن طريق الخطابات وعن طريق المناصره والاجتماعات واللقاءات مع كل الاطراف، سواء كانت الاطراف المنخرطه بالصراع بشكل مباشر او الاطراف المؤثره عليها من الخارج. في نهاية المطاف نحن نعمل، لا نملك العصا السحرية لإنهاء هذه الظاهرة، ولكن نقول أن هذا أن مسألة تجنيد الأطفال تعرض حياة الأطفال للخطر. هناك من الكبار ما يكفي ربما إذا ما قرروا تجنيد الأطفال، إذا ما قرروا التجنيد بشكل عام، لكن الأطفال هؤلاء في بيوتهم ينبغي أن تكون آمنة وهي المكان المناسب لهم. وما لم تكن البيت المدرسة هي المكان المناسب والآمن للأطفال. نعم سيد محمد، كيف تنظر إلى مستقبل الطفولة يعني بعد تزايد أعداد التجنيد وبروز ظاهرة التجنيد كظاهرة أصبحت تميز المشهد اليمني عن غيره؟ الأطفال في اليمن يواجهون تحديات جمة، ليس فقط تجنيد الأطفال، تجنيد الأطفال ظاهرة واحدة ومشكلة واحدة، هي مشكلة كبيرة وليست صغيرة ولا يمكن إهمالها وإغفالها، ولكن هناك مشكلات وتحديات كبيرة كالمخاطر التي تهدد النظام السلطي في اليمن، تهدد ملايين الأطفال بالموت، أيضا مسألة الوضع الاقتصادي المتردي وإمكانية حدوث مجاعة أصبح أمرا وشيكا، يهدد ملايين الأطفال بالجوع، أيضا مسألة الحرمان من التعليم، الحرمان من الرعاية الاجتماعية، الحرمان من الحماية بشكل عام، الحرمان من فرص العيش الكريم والاستقرار مع وجود نازحين أكثر من مليوني نازح ما زالوا خارج منازلهم مشردين في المدن والقرى المختلفة، وهذا رقم كبير يهدد الطفولة، يهدد واقع هذا الجيل ويهدد مستقبلهم بالتأكيد. نعم إذن أشكرك جزيلا المتحدث باسم مكتب اليونيسف في اليمن السيد محمد الأسعدي، كنت معنا من صنعاء. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر جميع ضيوفي، كان معي نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة
حقوق الإنسان، كان معي من القاهرة، وأيضا كان معنا رئيس منظمة سياج أحمد القرشي من المكلا، والشكر أيضا للمتحدث باسم مكتب اليونيسف في اليمن السيد محمد الأسعدي. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.